للاستزادة أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو في بث حي ومباشر الأخصائية الاجتماعية آمال أبو مخ غرة، مركزة البرامج الدراسية في معهد ترامب في بيت إيزي شبيرة. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. طيب، السؤال الأول، لأي مدى ترين أن الجمهور العربي منكشف أو مطلع على قضايا ذوي الإعاقات مقارنة بالسنوات الماضية؟ لا شك أنه إذا بدنا نقارن الوضع اليوم في السنوات السابقة، الوضع اليوم بكثير أحسن، يعني خاصة مع تطور التكنولوجيا والانكشاف الدائم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لهي الشريحة. اليوم في عنا فرصة نشوف أشخاص مع إعاقة عن قرب عن طريق مضامين اللي إحنا بنتعرض لإلها بشكل مقصود وغير مقصود، مثل إعلانات، نشرات، حتى كمان حسابات لأشخاص مع إعاقات على هاي المواقع اللي اليوم عندهم الفرصة كمان والجرأة أكثر إنهم ينكشفوا وإنهم يشاركوا من تجربتهم أو من خبرتهم على هاي المواقع. وبالتالي منشوف إنه زمان لما كانت المعرفة قليلة في هذا المجال، اليوم في فرصة حتى إنه في شريحة من المجتمع موجودة وبتسعى لنضال ضد حقوق مع حقوق هاي الفئة. نريد أن نكشف أيضا عن مجال عملك بشكل أوسع في بيت إيزي شبيرة، هي مؤسسة لها فروع، وما علاقة هذه البيت إيزي شبيرة باليوم العالمي لذوي الإعاقة؟ أكيد، جمعية بيت إيزي شبيرة هي جمعية قائمة من أكثر من 46 سنة، وهي بتسعى لتحسين جودة حياة الأشخاص مع إعاقات على المستويين المحلي والدولي، وموجود منها فرع واحد وحيد اللي هو موجود في قلنسوي، وهناك في أطر علاجية منها حضانة وروضات ومركز دعم العائلة. قسم من خدمات الجمعية هي خدمات علاجية يومية مثل ما ذكرت، الحضانات، الروضات، ومدرسة للتعليم الخاص، عيادة لطب الأسنان، عيادة مختصة، مركز رياضة تأهيلي، وبركة علاجية. والقسم الثاني هو قسم تطوير الأبحاث والمعرفة، واللي بيشمل كمان وحدة معهد ترامب. الوحدة هي عمليا بتستخلص كل المعرفة والخبرة الموجودة عندنا في كافة المراكز، وبتجمع كمان المعلومات اللي بتتم في مركز الأبحاث لتقدمها على شكل تدريب مهني للعاملين في مجال الإعاقات، وكمان للأشخاص مع إعاقات نفسهم والأفراد أسرهم. هذا التدريب بيتم على شكل كمان دورات وكمان استكمالات، اللي مهم أذكر إنها تقدم كمان باللغة العربية وكمان باللغة العبرية، إيمانا منا بضرورة كمان ملائمتها لاحتياجات مجتمعنا العربي. وقسم منها ممكن هيك التسجيل له بشكل ذاتي، وقسم كمان بيتم ملائمته لاحتياجات المؤسسات المختلفة. طبعا بنقدم يعني شتى المضامين اللي بتخص من جيل الطفولة المبكرة لحد جيل الشيخوخة في كل عالم الإعاقات، على يد يعني طاقم محاضرين مهني ومختص بالمجال. طيب، انت تحدثت عن المعلومات، يعني يجري الحديث دائما عن افتقار الى مصادر المعلومات التي يمكن الوصول اليها خاصه باللغه العربيه لذوي الاعاقات، يعني عدم ملائمتها من ناحيه الثقافه، من ناحيه تبسيطها لغويا لتناسب الاحتياجات الاشخاص مع اعاقات ادراكيه. كيف يمكن التغلب على هذه المشكله؟ مظبوط، اذا بدنا نطلع على مصادر المعلومات الموجوده اليوم للاسف هي غالبيتها باللغه العبريه، وحتى باللغة العبرية هي لغة صعبة ومركبة، يعني حتى المواطن البسيط اللي بده يحاول يحصل على معلومة حول الحقوق اللي بتطلع له بيستصعب يوصل لهي المعلومات، فما بالك شو بصير باللغة العربية. يعني الترجمة للأسف هي ترجمة ضعيفة وركيكة، وكمان مش ملائمة ومش مبسطة لغويا زي ما ذكرت للأشخاص مع صعوبات وإعاقات إدراكية. اليوم بنشوف طبعا اكيد في ضروره انه احنا نكون نكثف جهود للضغط على هاي المؤسسات زي مؤسسه التامين الوطني انه تحاول انه تلائم هاي المضامين وتلائمها لكافه الشرائح في المجتمع مع الترجمه وكمان مع التبسيط اللغوي. واليوم نشوف انه كمان في جهود اللي هي مجتمعيه مثل يعني مؤسسات فرديه اللي قامت بشكل ذاتي مشان هي يعني ترجم هاي المضامين للغه العبريه، وكمان في عندنا مراكز استشاريه لكل ما يخص الحقوق. على سبيل المثال خط الاستشاره اللي موجود في فرع بيت إيزي شبيرة في قلنسوي واللي بديره الزميل العزيز نواف زميرو، اللي سنويا يتلقى ما يقارب 1000 توجه من عائلات اللي عندها أطفال وأشخاص مع إعاقات،
واللي عن جد بتم مساعدتهم بدون اي مقابل مادي، بس من منطلق قديش انه احنا فاهمين انه في صعوبه لهي العائلات تحصل على المعلومات. فبشكل عام اليوم يعني عن جد في مجهود سواء على يعني على المستوى الحكومي ولا على مستوى المؤسسات والافراد انه نحاول نوصل هاي المعلومات لهي الشريحة. أمان أبو مخ غرة، طبعا هناك مواقف وهناك أحكام مسبقة لدى عامة الناس، خاصة عندما نتحدث عن مشاكل نابعة من اضطرابات نفسية، توحد، إعاقات بونية وغيرها. إلى أي مدى هذه الآراء تؤثر على صاحب الإعاقة وعلى أفراد عائلته خاصة؟ أكيد لا شك أن الأفكار والأحكام المسبقة بتأثر بشكل سلبي على الشخص مع إعاقة، على كل أفراد أسرته، على الأهل، الأطفال، كمان الإخوة والأجداد. بس خلينا نتذكر أنه كمان الأفكار المسبقة هي يعني هي مش موجودة عبث، يعني إحنا ما بيختاروا الناس يفكروا بشكل سلبي عن الأشخاص مع إعاقات، هي نتيجة صور نمطية الموجودة عندنا للأسف بسبب ممكن مشهد تلفزيوني أنا شفته عن شخص مع إعاقة، بسبب جملة سمعتها ممكن عن شخص مع إعاقة، وبالتالي بتتكون لدى الأشخاص أفكار معينة عن هاي الفئة بدون فعليا ما يكون إلها علاقة بشكل مباشر مع الواقع، يعني ما بيكون في إلها أساس متين. لا شك إنه هاي الأفكار مرات بتتحول لتوجهات وهذا خوفنا الأكبر، والتوجهات ممكن تقلب لأفعال على شكل تمييز عنصري ضد هاي الفئة أو حتى يعني استخفاف بقدراتهم واستخفاف فيهم بشكل عام. بفكر إنه الأفكار السلبية هي غالبا برضو زي ما ذكرت ضد الأشخاص مع إعاقات اللي هي غير مرئية، لأنه المرئية إحنا ممكن نشوفها، ممكن هيك أنا أستدرك حالي قبل ما أتصرف أي تصرف قدام الأشخاص هاي، بينما غير المرئية هي مثل الاضطرابات النفسية، الإعاقة الذهنية والتوحد، صعب علي أشوفها بشكل مباشر، فردود فعلي بتكون مرات هيك بشكل متطرف. بفكر انه الحل الانسب هو الاحتكاك، يعني اي فرصه قدامنا انه عن جد نشوف عن قرب، نحاور نطلع بشكل مقرب على هاي الفئه، سواء نتطوع في المؤسسات، نقرا عنهم، نتصفح هيك المواقع، نشوف مشاهد هيك مصوره عنهم. لما بيكون في عندي معلومات ومعرفه عن هاي الفئه كل الأفكار المسبقة ممكن تتغير. هناك مشروع تم تطويره يعني في معهد ترامب، هل ترامب له علاقة بدونالد ترامب؟ اسمع مسمى. اسمع مسمى نفس. طيب يعني في هذا الفرع يعني نريد أن نعرف ما هو هذا المشروع الذي طور قبل 4 سنوات. بالضبط، مشروع منالية الخدمة الطبية للأشخاص مع إعاقة غير مرئية. مشروع هو قائم طور في معهد ترامب منذ أكثر من 4 سنوات. منالية الخدمة يقصد فيها أنه أنا كيف ألائم وأوفر خدمة للأشخاص مع إعاقات اللي يقدروا يستهلكوها بشكل ذاتي ومستقل وبطريقة اللي تحفظ كرامتهم بذات الوقت والمكان اللي تقدم فيه لعامة الجمهور. بمعنى لما بحكي عن منالية خدمة، هي خدمة اللي تقدم ممكن في كل المؤسسات العامة والخاصة، وبما يخص الخدمة الطبية في إشكالية بهذا الخصوص، لأنه الخدمة الطبية بعد بحث طويل تم في معهد ترامب شفنا أنه في طبعا مع كل ما ذكر من افتكار لمصادر المعلومات، من أفكار مسبقة، حتى الأفكار المسبقة على فكرة موجودة كمان لدى للأسف الطواقم الطبية اللي بتقدم هاي الخدمات الطبية. سبب يعني بسبب أنهم موجودين وهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، بسبب المعرفة القليلة اللي عندهم بما يخص عالم الإعاقات، لأنهم ما مروا بعملية تدريب حول مجال الإعاقات. فللأسف الشديد الأشخاص مع إعاقات بتوصل لمراكز طبية، مستشفى، صندوق مرضى، وحدة تطور طفل وما شابه، وقدامها ملان تحديات، ملان معيقات عشان توصل هاي الخدمة وعشان تحصل عليها بشكل متاح وبشكل متساوي. المعيقات ممكن تكون من الشخص مع إعاقة نفسه بسبب كل ما ذكر، أو بسبب الأشخاص المقدمي هاي الخدمات اللي ممكن يكونوا السكرتيري، الممرضة، الطبيب، وكل الطواقم الطبية المساندة. طيب الآن أنت حضرت معك شريط، يعني نريد أن تشرحي ما يوجد في هذا الشريط وبعد ذلك نواصل حوارنا.
تمام. الشريط هو شريط تصور من ضمن المشروع. مزبوط، من ضمن المشروع. كل مرة بتفرج عليه بتأثر من جديد، لأنه عن جد ثمرة بحث طويل ونتاج عمل اللي هو عن جد مع عائلات أهالي وأشخاص مع إعاقات، اختاروا يوصلوا صوتهم ويحكوا عن تجربتهم في تلقي خدمة طبية، وكمان عشان يحكوا عن شو الخدمة الطبية المتساوية والمثالية بالنسبة لهم. دائما الصوت اللي بيوصل من الشريحة نفسها، من الأشخاص مع إعاقة ومن الأهالي، بيكون صوت قوي ومسموع. في ظل بإطار هاي المشروع، احنا بنكون بتدريب الطواقم الطبية لنرفع الوعي عندهم بما يخص الإعاقات، وكمان بكل ما يخص المعيقات اللي موجودة أمامهم واللي موجودة كمان أمام متلقي هاي الخدمات، وسبل إزالتها. يعني احنا بنعطوهم صندوق أدوات للمهنيين كيف ممكن يسهلوا هاي الخدمة أمام الجمهور، وبالتالي الهدف انهم نحصل على عن جد خدمة متاحة ومتساوية لجميع افراد المجتمع. امال، هل لديكم يعني او لديك انت شخصيا امل ان تتحسن ظروف ذوي الاعاقات في المستقبل القريب؟ نحن نتابع بين الحين والاخر الاحتجاجات، طبعا بالنسبة للمخصصات على سبيل المثال للحصر. يعني صحيح، المخصصات هي موضوع حامي هسه على الساحة للأسف الشديد. بفكر انه حق اساسي وشرعي لهي الفئة، على الاقل ان يكون يعني عندهم الامكانية يعيشوا بكرامة وباحترام بدون ما يضطروا انهم يمدوا ايدهم للمساعدة، لطلب المساعدة. اكيد في امل، يعني دائما الامل موجود، وانا بفكر انه احنا عن جد في تغيير. اذا نطلع على سنين سابقه ونشوف وين احنا اليوم، بنشوف انه بحصل تغيير سواء على مستوى الحقوق او سواء على مستوى الخدمات. صحيح انه بطيء، لكن هو موجود. بفكر انه في ضروره لانه في يكون في تكثيف لهي الجهود على مستوى الافراد وعلى مستوى كمان الحكومه نفسها. أمال، سؤال أخير، رسالة من المهم أن تصل إلى كل بيت عربي في هذا اليوم، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ما هي رسالتك إليهم؟ مظبوط، بكرة بيصادف اليوم العالمي لحقوق الأشخاص مع إعاقات، وعندي رسالة أنا دايما حاملتها وهيك وبعتز فيها. بفكر إنه إحنا ما خلقنا عبث، ولكل إنسان في دور بهاي الحياة، سواء كنت معلم، مدرس، صحفي، حتى رب أسرة أو عامل بسيط، كلنا عندنا القدرة إنه نساهم في تحسين هذا المجتمع وتغييره. والإشي بيبدأ بأفكارنا، بتوجهاتنا، بمعتقداتنا تجاه هاي الفئة، وبالتالي أنا بفكر إنه هاي الفئة إلهم حق علينا. هم موجودين بيننا، هم مش جايين من الفضاء، لأن الناس مع إعاقات هي ناس عايشين بيننا، وممكن يعني بكل لحظة إحنا يعني نتحول من أشخاص سالمين معافين لأشخاص لا سمح الله مع إعاقة. فبالتالي واجبنا تجاههم إنه إحنا نسعى لنوفر لهم حياة كريمة ومتساوية. وهي فرصة كمان أدعي الطواقم المهنية، كمان الأشخاص مع إعاقات وكمان أفراد الأسر، ليتعلموا عنا في معهد ترامب، ليحصلوا على تدريب مهني في مجال الإعاقات، ليطوروا من معرفتهم، ليطوروا من معلوماتهم، وليقدروا يقدموا الأفضل في هذا المجال. الأخصائية الاجتماعية أمال أبو مخ، غرة مركزة البرامج الدراسية في معهد ترامب في بيت إيزي شبيرة، أين موقعها؟ في تل أبيب؟ رعنانة. رعنانة. شكرا لحضورك إلى الأستوديو، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، تسعى طبعا بلدية شفا عمر نجمة عباس عضوة البلدية، تسعى للتعاون مع